صديقاتي أصدقائي الكرام، بشرفني بهالحلقة إني عبثتها من صوفر من بلدتي اللي بتشرف على كل تلال الدنيا. بتشوف من ميل المتن والجرد من ميل أخرى، منظر جميل أخضر بكل معنى الكلمة وجزء من جمالات لبنان. الحقيقة الموضوع هو تسليط الضوء على المطرب الجزائري الكبير الشاب خالد اللي ترك أثر وترك بصمة أينما ذهب. ولكن الشيء الجديد بهالفيديو بهالحلقة اللي هو كما شددنا على مشاركة فيروز في بداية عمرها لما انطلقت وقدمت امتحان، قدمت الامتحان بغنيتين، يا زهرة في خيالي لفريد الأطرش ويا ديرتي لأسمهان، وأثبتت عبر مجلة طريق جوردوي، أثبتت وتقول حرفيا أنه عشت في ظلم غبين صحراء الشرق اللي هني فريد وأخته أسمهان. بكل أسف انطمس على هالموضوع وعملنا حلقة كاملة عن القصة، ولكن تتكرر المأساة مع المطرب المبدع اللي أخذ صبغة عالمية شاب خالد، واللي أبدأ بكذا مناسبة شديد إعجابه، ابن الجزائر، ابن ثورة مليون شهيد، شديد إعجابه بالموسيقار فريد الأطرش. وعبر الصحافة العالمية هناك إثباتات أن الشاب خالد كان يطلق على موسيقار فريد الأطرش صفة ما حد أعطاها غير الشاب خالد، يقول عنه تينوروسي الشرق. تينوروسي طبعاً كنا نعرف أنه أحد كبار المبدعين المطربين العظماء في فرنسا، تينوروسي الشرق. المأساة بتتكرر وهناك تعتيم كامل بالمقابلات اللي بتصير من قبل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع في العالم العربي، وأنا ما عبعمم، ولكن عم بقول بكل أسف الصفة العامة، ما عبعمم، ولكن بكل أسف هناك تعتيم على هذه المحبة والمودة والإعجاب بدون حدود للشاب خالد بموسيقار فريد الأطرش. لذلك بتمنى رسالة من جديد للإعلام اللي منحبه ومنقدره بالأبعاد الثلاثة، المرئي والمقروء والمسموع، إنه من ذوقهم يتفضلوا يسألوا شاب خالد وعلاقته التاريخية بصوت الموسيقار فريد الأطرش، وخاصة إنه طعم بعض أغانيه بإيحاء من موسيقى فريد الأطرش وبثها بكل أنحاء الدنيا، من طوكيو بالشرق إلى نيويورك إلى ستوكهولم إلى كل بقاع الدنيا. لذلك نتمنى ونحافظ على موضوعيتنا في طرح الأمور، يتفضلوا بمطلق أي مقابلة مع الشاب خالد يطرحوا عليه سؤال مدى إعجابه بهذا العظيم اللي عم يحاولوا يتوقوه من كل النواحي، اللي اسمه الموسيقار فريد الأطرش اللي أخذ صبغة العالمية وستبقى مرافقته ومرافقي أجيال بأكملها راحت والأجيال القادمة، طالما نحن على إيماننا بهالموضوع. شكرا جزيلا ويعطيكم العافية.